تعالوا خشوا انتوا جوه. اقفي يا جودي هناك عشان ما يروحوش الناحيه التانيه على الصيف. نعم زيحهم بقى خلوهم يخش. انا طلعت النهارده كنستلهم زي ما انتوا طبعا شايفين، وكنت طالعه ان وناويه النيه لله ان انا الارانب اللي هي الكبيره اللي شدت حيلها دي شويه، هم مش عارفه مستخبيين فين تقريبا هناك، هنزلهم من السلاكه عشان حاسه ان هم عايزين يتحركوا. شايفين، فقلت هنزلهم في الارض دول واخلي الصغننين شويه في السلاكه عشان ايه ما ياكلوش من اكل الطيور ويجي لهم انتفاخ وكده. فانا طلعت لقيت دوت كده، شايفين ما بيتحركش خالص زي التانيين، هيتركن على جنب وهيفضل مكانه كده. انا ده كده خلاص استحوطت في امر لان هو كده هيموت، ادام اتركن على جنب كده وما بياكلش وما بيتحركش زي اخواته كده. شايفين اخواته ما شاء الله كانوا رايحين جايين رايحين جايين عمالين يفرقوا، فده مش عارفه فيه. حتى كان عندي الدواء اللي هو اللي بتاع انتفاخ دوت، كان عندي نص سنتي، رحت مديهوله قلت ايه انت ورزقك، رب ليا رزق فيك هتفضل عايش، ماليش رزق فيك هتموت. فنزلت الارانب الكبيره، هو كده يعتبر فاضل اربعه لان ده انا استعوضت ربنا فيه خلاص. والبطايه طبعا انا خدت البيض بتاعها امبارح عشان لو كنت سبته انا قيستها لقيت قفلت للبيض، فاخدت البيض بعته فقاس. هما ثلاث بيضات بس حرام يعني لما ارميهم بعتهم فقاسه، ودخلتهم هنا مع الفراخ. بس الفراخ بقى انا عايزه اوريكم حاجه، بص انا طلعت لقيت المنظر ده في قلب ال ده وقع من فوق، يخرب بيت. تعال ده انا قلت هتخاف تنط، تعال بقى خش وانت تعال، انا غلطانه ان بسيب السلاسه مفتوحه. يلا بس الجرده اللي كانوا بيبيضوا فيه لقيت البيضه دي مفتوحه كده اهي اهي، ده كانت منزله يعني تقريبا كانوا فاتحين بيضه تانية الله اعلم مش عارفه، بس انا لقيت دي كده والاتنين دول. بس الفراخ لو الفراخ اللي واكلاه يعني لو الفراخ اللي داخله كسر البيض ده كده الفرخه ما كانتش هتكسره وتسيبه وتطلع بره، فالفرخه كانت هتكسرها وتاكلها في ساعتها وتشربها في ساعتها. بس انا كده ادام لقيتها كده انا اتاكدت مليون في الميه ان الارانب الكبيره. بصوا انا عايزاكم بس تشوفوا، بصوا المنظر هنا، بصوا رافعين الجردل اصلا ازاي. فالارانب الكبيره هي اللي عامله كده، لو الفراخ كانت شربتها على طول، فكده الارانب هي اللي كانت بتاكل عند يعني هي السبب في اكل الفراخ عندي. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا طبعا لان الارانب هي اللي بتخش تكسر البيض، فبالتالي الفراخ لما بتخش تلاقيه فبتخش تشربه. فانا كنسلهم الاوضه كده ودخلت الدكر والنتايه البط معاهم. انا عايزه بقى دلوقتي هما ست فرخات اللي اتفضلوا عندي، طبعا انتوا شفتوا المواويل اللي كانت بتحصل عندي الشهر اللي فات، فالحمد لله صفصفوا على دول. بص اللي عايز يطلع ده محبوسين محبوسين. فالمهم انا الست فرخات هدخلهم هنا. اوعي يا جودي اوعي يا جودي انت ورتاه، هدخلهم هنا اهو مطرح البط اهو، وادخل برضو كمان الخشبه دي يعني برضو عشان البيض ما يبقاش واضح قدامهم كده اهو. هنا اهو المكان اللي بيبيضوا فيه، وبرضو هحط دي كده اهو زي ما انتوا شايفين عشان برضو البيض ما برضو بيبقاش مكشوف بالنسبة له. هاتي يا جودي البطاطس اللي انا بشرها دي احط الاكل للفراخ هنا. انا بشرى لهم بطاطس، هاتي يا جودي البرسيم بتاع امبارح تحت، ومش عارفه في برسيم هنا من اول امبارح ولا لا.
اهو دول للست فرخات. تعالي فضلهم دي بقى يا جود، الميه دي اغسليها وحط لهم فيه. شايفين الارنب ده لو صحيح وسليم كده ما كانش اتركن على جنب كده، كان كل مع اخواته كده. بس هنشوف، يلا انا كده فقدت الامل فيه. فانا هنطلع بقى الخمس فرخات دلوقتي، الست فرخات. مش عارفه في برسيم هنا من امبارح، البرسيم ده من اول امبارح انا منشفاه جامد عشان الارانب الصغيره. عامله حسابي ان انا اهو، عامله حسابي ان انا هنزلها عشان ما يبقاش البرسيم اخضر برضو قوي بالنسبه لي. نعم يا صوت. لا الارنب ده مش هيصحى يا حبيبي، ده كده انا نستعوض ربنا فيه. ايه ميموتو. شايفين العسل ده ميموتو. بيموتوا مين؟ هو هما اللي بيموتوا. دخلوا القصه دي جوه، هما اللي بيموتوا. فانا هنطلع بقى اوعي ارتل عشان نطلع الفراخ بره بقى. اوعي يا سك، اوعي يا جود، اوعي يا جود عشان هنطلع الفراخ. انا عايزه الفراخ بس، يعني ايه لو عندكم ذوق تطلعوش كلكم عشان ما تغلبوني. مش هيرتاحوا دول مع بعض في الاوضه، البط ورومي مش هيرتاحوا في الاوضه مع بعض. والنهارده برضو امبارح زي ما قلت لكم لما صورت لقيت بيضه متبضه بره هنا كده وبياكلوا فيها. فانا طالعه مخصوص النهارده عشان اقيس الروميه، لعل وعسى يعني هي اللي تكون بتبيض. وعي سكر كده، وعي جدا ما دخل دول. بس ما تخافيش، هاتي يا هاتي يا جود البطه اللي عندك دي دخليه. بس كده دول دخلوا، والرومي بقى ما تخلوش يعدي يا جود. عايز الرومي بس اللي يعدي. طب اقفلي باب الاوضه يا جود، اقفلي الفراخ هي اللي عايزه تعدي الاول. اوعي بقى يا جود، خلوهم يخشوا في العش. دخلوا العشة. اقف انت هناك يا جود، ما تخلوهمش يعدوا على الصيت. بس خلي هي العشة بس اللي قدام. راحة فين؟ راحة فين؟ راحة فين؟ عيب كده، عيب. انت اللي هتحيرين يعني؟ استنى استنى يا اخ، استنى استنى هعديك والله، بس اصبر. يلا يا اختي بقى تعالي. بس كده تمام، خلوهم يخشوا بقى. ايوه خد خد خد، هاتي هاتي الكلب، هاتي الكلب. خايفين مش واخدين على الحبس. بس تم بحمد الله. انا عايزه اقول لكم ان هم دوخونا على ما دخلوا هنا، ما كانواش عايزين يخشوا العشه دي خالص، هما بس كلهم خايفين ودخلوا جوه ورا الخشبه دي. انا عندي بقى الاملاح، هحط لهم الاملاح في الميه. ويا جدي كده وين جوتي؟ ماما هاتي كيس بتاع الاكل اللي بره يا جوتي. هات انا هفضي الفراخ، نحط له ملح. بس كفايه دول على الست فرخات عشان ما يفوتش اكل منهم. وي يا جود، وي نحط دول في الاوضه. اقفل عليهم بقى يا جود. ايه
بس وقع كده، بس كده دول خلاص تمام، عم ربنا بقى دول. بص الارانب الصغيره هيتجنن ويطلع، بص ده كده استعوضنا ربنا فيه. دول بقى ما شاء الله ربنا يبارك لي فيهم، لو ليا رزق فيهم ان شاء الله هيفضلوا، لان انا خايف برضو السلاكه هو حجمهم ما بيزيدش، مع اني كنت بحط العيش والعلف وحطيت لهم رده، لان الحاجه اللي زي كده مش هيبان عليها الاكل لما تتحرك، طول ما هي محبوسه كده مش هيبان عليها، فانا قلت انزلهم يمكن ربنا يكرمني فيهم كده. ولقيت الارانب بصوا ما شاء الله مكملين برضو ايه لم في القش والحاجات، بس لسه ما ولدوش. انا بصوا بقى ايه هفصل معاكم على ما امسك الروميه عشان اشوفها فاتحه للبيض وبتبيض ولا لا. معانا على ما مسكناه، انا عايزه اقول لكم ان هي ملت الاوضه ريش. هي لسه فاتحه يراطين، فلسه ايه مبيضتش، بس هي فاتحه يراطين قريب ان شاء الله. بصوا الديك هيتجنن على بره، هاتي كده يا جودي، هاتي كده يا جودي. انت فاتحه الكاميرا؟ فاتحه التصوير اصلا؟ ايوه. يا لهوي، انا عايزه بس اوريكم منظر الاوضه. هي طلعت على العشه دي، هي وقفت لي على الخشبه دي، بعد وقفت لي على الخشبه راحت طلعت على العشه، جت من على العشه نازله، راحت التليفون بتاعي كان على العشه، راحت موقعه في الارض وموقعه دول. بص الاخ يا عيني اللي مركون هناك ده استعوضنا ربنا فيه. بس هي كده عرفنا ان هي لسه، انا كنت بس خايفه البيضه اللي كانت متبيضه بره ديت، كنت خايفه لو تكون بيضتها هي وهي اللي بتبيض. استنى افرك افرك لهم العيش على ال على لا على البطاطس، بس كفايه العيش ده بقى على ال على البطاطس. بس هنسيب لهم العلبه دي قدامهم كده، انا مش هحط الفراخ الصغيرة عيش لان صراحة قدامهم الاكل كتير، عشان بس ما يعفنش قدامهم لان الجو بدأ يبقى حر. شوفوا المقشة اتكسرت وانا بمشي وانا بمسك الرومية، بس كده هجيب لهم المية وهنجيب العيش الناشف للارانب الصغننة دي اللي هيبصوا هيموتوا من الجوع دول. انا مش هكتر لهم عيش لان حاسة ايه ان هم عندهم انتفاخ، مش عارفه الاتنين دول يكفوا بقى ولا لا. بس يا سك الفراشه وقع في الميه. طلعك حاله انقاذ دي يعني ولا ايه؟ بس انت لو نازله بقالك فتره انت عايشه والله عايشه. او يا جو بص مش عارفه ايه، بس يا بنتي يا رير فراشه مش عارف مش عارفه اتضايق على على زي ما جناحها ينشف هتطير. هاي خليها بقى على جنب، تعالى عشان نجيب الميه بقى يا شهر. طب يا جو نجيب الميه ورده. انا بعملهم شويه ميه صغننين بشويه ميه صغننين، بس عشان ايه اغير لهم الميه كل شويه. مش عايز يطلع بره العشه دي والله. انا قلت خليهم، انا جبت لهم اكل اهو وهعمل لهم ميه دلوقتي، وخليهم في العشه لوحديهم
عشان كده كده البطايه اول ما دخلتها، اول ما دخلت الدكر معاهم في الاوضه ما كانش مرتاح للرومي. فانا هسيبه هنا مع بعض، هي كده كده فاتحه قيراطين، يمكن ربنا يسهل ويعني وتبيض يعني وترقد هنا. هما مش عايزين يطلعوا منها خالص، عملت المستحيل، فقلت خليهم مع بعض هنا اكلهم وميتهم مع بعض. وان برضو كنت فكرت ان انا اسيب العشه مفتوحه، باب الاوضه مفتوحه، وقت ما يطلعوا يخرجوا جوه في الاوضه برضو خفت للبطيه تطير او الروميه تطير، فخفت قلت خلاص احط لهم اكلهم وميتهم هنا وهقفل عليهم باب العشه، والاوضه هناك هقفلها. هو مش عارفه مش طايقها ليه، مش عارفه. فانا هجيب لهم الميه دلوقتي وهنقفل عليهم باب العشه. مالتي يا جودي الميه؟ ودول هيفضلوا هنا بقى لوحدي. بص الارنب ومات تقريبا، دول دخلوا استخبوا. لا حول الله يا رب، هو اصلا هو بيموت، هو خلاص كده بيموت. بص دم جسمه بدأ ينتفخ كده، يبقى بيموت. هو تقريبا الميه دي من مرجع ميه، مش عارفه ليه. يعني انا كنت طالعه قلت الحبسه ليكم مش هتملوا ولا هيبان عليكم، بص 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 يعني مش قادر يمشي. فكنت طالعه طلعهم في الاوضه كده عشان يمشوا، فطلعت لقيت المنظر ده قدام، مش قادر حتى يعني يقف على رجليه. ربنا يستر بقى التانيين، التانيين. حطيت الميه عند الرومي؟ هي فين؟ طب هاتيها، مالتيها؟ طب هاتيها. انا خايفه اطلعه بره القطه تاكله كده وهو سليم، فايه عشان حرام ما اشيلش ذنبه خلينا على جنب. ماما والأربعة دول خليهم هنا، ودول خليهم بقى هنا مع نفسهم لحد ما نشوف ايه، نفضى كده ايه ونشوف الدنيا هتبقى فيه. انا ممكن اصلا اخلي الاوضه دي لوحدها بس كده للارانب، فلسه برضو ايه مش عارفه الدنيا هيبقى فيه ايه. واطلع الدكر والنتايه دول في عشه، واخلي الاوضه والعشه والسلاكه وكل الاوضه دي للارانب بكل اللي فيها، فلسه هنشوف الدنيا هترسى عليه كده. هحط بس دلوقتي كل اللي ناقص لي، احط الميه للرومي واقفل عليه كده. حطينا لهم الاكل والميه وهنسيبهم بقى ايه مع نفسهم في العشه هنا.